مساء السعادة على كل مشاهدي برنامج أنا والطبيب، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة. وأول فقرة معاكم هتكون عن موضوع شاغل بالنا كلنا. أنا عايزة أسد نفسي بس مش عارف، أنا عايزة أتحكم في شهيتي بس مش عارف. يا جماعة أصل أنا حتى لو خسيت بيجي لي سمنة موضوعية والكرش ما بينزلش، أصلي الدراع مليان قوي ما بينزلش، أصلي جنابي مش بتنزل، أيا كان بقى على حسب بقى جسم الرجل وتكوينه أو جسم السيدة وتكوينها. ولكن مين حقق المعادلة دي؟ مين كان شغله مع الناس كميزان؟ يعني كنا دايما نسمع دكتور خسسني الدكتور ده بس اصل ما اعرفش فيه دهون، اصل الدكتور ده خسسني بس انا حصلت لي انيميا، بس ده وزن المعادله بطريقه هايله. من مركز واحد ما شاء الله مراكز دكتور ماجد زيتون بقت مجموعه مراكز تحته عشرات الدكاتره بالتخصص بالاخصائيين، ان هو حتى لو مش موجود هو معلمهم كل حاجه. المراكز مليانة بكل الأجهزة والتقنيات الحديثة اللي مشرفانا على مستوى العالم بره مصر وجوه مصر. أشقائنا من الدول العربية بتيجي باسم دكتور ماجد زيتون داخل مصر، يعني سياحة علاجية كمان. بجد معانا شخصية جميلة وعظيمة قلبا وقالبا، يعني مش بس دكتور شاطر، لا على المستوى الشخصي والإنساني وشخصيته فعلا إنسان جميل بمعنى الكلمة. إيه رأيكم النهاردة نتعرف على أسرار كتيرة وإيه أخبار التقنيات الحديثة بقى اللي وصلنا لها، واللي احنا عايزين نعرف إيه الجديد من دكتور ماجد زيتون استشاري السمنة والتغذية العلاجية. أهلا وسهلا بيك يا دكتور، أخبارك جدا إيه؟ على المقدمة الحلوة طبعا، مرسي، يا رب استحقها. لا تستحقها قولا وفعلا، يعني جوهرة ومضمونة ان شاء الله. بص ممكن اقول كلمتين حلوين، ولكن لما يبقى في معلومات كتيرة انا عارفاها وعارفاها من الناس وعارفاها حضرتك عندي على الفيسبوك والسوشيال ميديا، كل العالم دلوقتي متواصل ببعضه، ومش هنقول اوضة وصالة، هي صدقني اوضة، هي اوضة. ولو حضرتك بص يعني انا دايما عندي مبدأ، ممكن حد يضرب قوي وبعدين يختفي، لكن اللي يضرب ده ويفضل مستمر وناجح، ما كله بيقول كله، خلينا صراحة يعني فينا بس شر الحاسدين والحقدين. الحمد لله الحمد لله، انت اكيد ربنا بيحبك ومديلك القبول كمان يا دكتور. يا رب يا رب. عايزه اخس، لو انا جيت وقلتها لك اول كلمه بتقولها لي ايه، او اول اسئله عايز تسالها لي ايه؟ اقول لك هنشفك. هتنشفني الكلمة دي ببقى عايزة اخليها الترند بتاعتك، بس خايفة ايه؟ لا انا كلمة بقولها على طول، الناس يعني تفهمها. يعني لا لا والله ابد. بص انت فعلا بتعمل ده، كل يعني الطيور على اشكالها تقع وكل اناء ينطح بما فيه. الفكرة ببساطة قوي، انا لو انا بامانة، وممكن ما فيش دكتور يقولك اللي انا هقوله بكل مصداقيتي، انا لو بشوف 10 يعني 10 يعاني من السمنة، والعشرة دولت وزنهم زايد 100 كيلو، انا بوعد العشره في اول مقابله ان هنزلك 100 كيلو، هنزلك 100، وتوفيق من عند ربنا. وطبعا في الاف الحالات اللي بتثبت مصداقيتها، يعني مش لسه هجرب يعني، مش بنعرض وهنعرض، وفي الافات الصور معانا احنا كمان. ميري هي بتبقى مصداقيه اللي انا بطلعه. مصداقيتي ما جاتش حلم، هي عباره عن علم، عباره عن حرفه، عباره عن خبره، عباره عن دراسه، تحولت الى منظومه كامله ان اللي هوعده هنفذه. معايا؟ انت جاي تخسي معايا 100 كيلو، العشره جايين يخسوا 100 كيلو بكل مشاكل ال 200 كيلو، ضغط، سكر، كوليسترول، عدم حركه، ما بتحركش، ما بتخرجش من بيتها، كابه، عزله، الكلام ده. انا ما بقولش لك كلمه هطلعك من القفص، بس اسمعي كلامي لوجه الله وتحتيها مليون خط، ان كل كلمه هقولها لك هتنزل كل الدهون اللي في جسمك فعلا بمصداقيتي انا وبخبره معايا بلا اي مضاعفات. يعني مش هتلاقي ثغره تخشي لي منها، صح. ولا هبوط ولا دوخه ولا صداع ولا امساك، ومش عايز رياضه ولا حركه ولا كده. بتعامل مع واحده وزنها 200 كيلو، مش عايز رياضه خالص، ده اكتر إن خالص حاجه ده علمي. بتحبب فيك السيدات الكبيره في السن اللي هم، وانا مش عايز اغلبيه العيادة عندي يعني ناس كبار في السن، وده بتفرحني. المرض اللي هو الرجل الفيل اسمه حاجه، اللي هو مش قادره تتحرك، يعني ما يجي لي الناس دي بتحبك بجد يا حبيب قلبي. انا تقريبا هقول لك ممكن قوي 80% من اللي انا بشوفهم كبار في السن اللي يعانوا من سن افريقيا، اللي فوق 60 سنه ووزنها 170 كيلو 180 كيلو، اما الاقي المراكز عندي هي مليانه بالناس دولت، فرحه عمري ان دولت كاركتر راح لكل الدكاتره قالوا له كلمه واحده، انت انسي انك تخسي، سنك لا يسمح بالنزول، معدل حرق ضعيف، ما بتتحركيش، ولازم خصة بلح بقى. انا بالنسبه لي مفيش الكلام ده خالص، خلاص علمي تاني. انا ساعات بستغرب قوي العيان يقول لي انت الوحيد اللي بتقولش رياضه، ما اقول له انا علمي ان من غير رياضه
انا دراستي من غير رياضه، انا بتعامل، انا دكتور علاج سنه. هو لو عارف يعمل رياضه ما هو كان عمل رياضه. ما هو يعني ربنا عرفوه بالعقل. يا جماعه انا بقول غصب عنه، ازاي وزنك 160 كيلو او وزنك 160 وعمرها 70 سنه؟ يقول لها الدكتور لازم تعرفي ان الرياضه اساسي في العلاج. اساس ايه؟ لا، في دكتور اشطر منك من غير رياضه. خلاص هو انا دي علم، ده علم ازاي اشغل مكن يكسر الدور هيسمع لايك. ورياضه ازاي؟ وفي ناس عندها مشاكل في العمود الفقري. بتقولي انا؟ في ناس عندها، ما انا بكمل كلام حضرتك. ناس عندها مشاكل في الركبه، يعني طب ما هو لو عارف يتحرك يا جماعه يعني. ما هي بص عايز اقول لك حاجه، بالعكس انا اقول لك حاجه. انا قلت انت مزاحم. طب اقول لك حاجه؟ يعني مش قصدي حاجه والله. لا والله قول. اللي يقول لك انا بلعب لازم الرياضه من ضمن المنظومه اللي عنده، تعرف انه دكتور بالشاطر. ليه بقى؟ ان لو عيان جه كل اسبوع على ميزان ولا كان ديجيتال عنده، ده افترضنا انه يعني دكتور واثق في شغله قوي ولا الميزان ثابت، هيسالها سؤال: انت لعبتي رياضه لو قلت لك عليها كل ماشي ساعه تقول له هو انا عارف، هو انا عارف اتحرك يا دكتور. ده انا بسمع الكلام ده من العيانين، انا بسمع اللي بيحصل لهم المشاكل دي. قلت له انا عارف اتحرك. قال لها ما قلت لك رياضه اساسي. بيعلق، انا اسف الكلمه، بيعلق خيابته او عدم مصداقيته على شمعة. أيوة يعني صح. انا اسف الكلمه. لا 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 يعني. فهي من غير رياضه. انا معاك، هي ما فيهاش زعل، ما هو العلم. لا ما انا هو علم. يعني انا ما بتجرش بعلمي. انا حتى ساعات مثلا اقول لك حاجه ورب الكعبه فعلا، ساعات عشان ما عنديش بروتوكول واحد، انا عندي انظمه اساسيه، انا كامل رجيمات بروتوكول مثلا اللي هو انا فاهم حدي ازاي العيان ما يجوعش. السؤال اللي انت بتسالي عليه ده لازم ليه بقى؟ هو السبب كله في ايه؟ هو العيان مريض السن اللي وزنها 200 كيلو، يا عندها نهم من الحلويات يا نهم من النشويات. صح. خلاص انا بعرف اكتب علاج يقفل النهم من الحلويات تماما، وما بعيد تماما ان يشتغل على المخ ولا ضغط الدم ولا ضربات القلب، انها مش ناقصه. مش معنى واحده وزنها 200 كيلو عندها ضغط وسكر وضربات قلب زياده وعندها بالبيتيشنز وعندها مشاكل في الكبد ومشاكل في العمود الفقري ومشاكل في الكلى، هديها دواء زي اللي بيكتبوه الدكاتره او هكتب لها دواء بيشتغل على المخ ويرفع ضغط الدم وضربات، مش ناقصاني هي. صح. معايا؟ فانا صح. ما بلعبش على الوتر، بلعب على الوتر اللي يديها احساس ان واكله تورته. يبقى كده دواء السيفتي والكواليتي وحاسه ان واكله تورته، بمعنى التورته يعني الهابنس والسعاده والبهجه. وفي فيتامين بي 6 حتى في العلاج اللي انا بكتبه بيزود ماده اسمها دوبامين، ماده اسمها سو اللي بتحسن الايه؟ المزاج. يعني قصه مختلفه، مفيش اكتئاب، 360 درجه. يعني ما يعني يقول لك اصل انا مش اصل انا الدواء ده بيعمل اكتئاب اصلا. لا لا، ما هو دي القصه اللي بلعب عليها. عملت دايت نفسي اتسدت، عملت لي اكتئاب، بقيت مش طايقه العالم، خلاص. ده اللي عايز اقوله، ده اللي انا عايز اقوله، مش الدواء ملوش مضاعف، وفي نفس الوقت ما بيشتغلش على المخ ولا المشاكل ايه الاعضاء الداخليه، تمام؟ وفي نفس الوقت الاحساسي بالنشويات اللي هو رز ومكرونه وعيش، هعرف اكتب نوعيه من الدواء تدي احساس بالشبع 24 ساعه. فهيريدي احساس ان عايز تاكل رز ومكرونه مش هيبقى موجود، يبقى انا قفلت الايه؟ البابين. بعيد تماما عن الدواء اللي بيكتبوه، مع احترامي للدكاتره الثانيه، هو دواء واحد لقفل شيء، ماده اسمها سوبراتامين، ودي موجوده في نسبه 99% من الادويه الموجوده في السوق المصري. والمشكله الماده دي بتشتغل على المخ وترفع ضغط الدم وتزود ضربات القلب وتعمل مش عارف مشاكل بالليل وعدم ارق بالليل وكابه. انا لو بشتغل الكلام ده ما كانش ربنا وفقني في الحالات دي. كان سابوني من اول ايه؟ اسبوع. وده الوتر اللي انا بلعب عليه بمصداقيه. والله عايزه اسقف لحضرتك في نقطه والله بجد. يعني طب اقول لك حاجه، يعني ما دام نادي انا مش هقول لك هي مش غريبه عني، ان كل ده حبايبي يعني، على فكره كل عيني اصحابي يعني، دي امي ودي اختي. انت لا تخسسه كده من غير عمليه، هيسيبك خالص طول العمر. بصي لو والله ما هيسيبك حتى يبقى في علاقه حبيبي. يعني حبيبي ما دام ناديه، وانا هتكلم عن ناديه، اللي هو اهل، حاسس ان انت يعني علاقه اسريه، تحس ان انت من اهلهم. طبعا انا اي عين، انت عارف اي عين بيجي لي بقول له انت اختي، انت امي، انت بنتي، مش هتشوفي مني الا كل خير، وانا امين في اللي انا بقوله. بس يا بابا ما تصغرنيش بالنجاح اللي انا ممكن اديهولك، بنجاح الدايت اللي هديهولك، بنجاح البروتوكول العلاج اللي هديهولك، بالجلسات الناجحه اللي تظبط شكل وشيبنج والكلام ده كله، واطلع كل فطير، فاستحميني شهرين ثلاثه. يعني هتاكل فين وانت بتسد لهم نفسك؟ بص انت بتشيل العين عليك. انا مش هتكلم. بصوا جمال فين مفيش تراخي. اكتر حاجه بسطاني والله يعني العظيم، اكتر يعني حاجه بسطاني. وبرضه نشوه دي حبيبه قلبي دي، يعني نشوه دي كانت 130 بقى 50. مش عمليات يا جماعه، وعايز اقول لك حاجه، ده نظام غذائي وعلاج معين. لا مش مظهر عمليات يا روشيتا. لا دي روشيتا، روشيتا طبيه ناجحه مع دكتور مليان علم، لدرجه ان انت يعني اي حد بيجي برضه انا عايز اشيل الثقه ليها، مش بيخس ويحصل له مشاكل في الكبد. يعني احنا دايما بنقول الدهون اللي بتنزل مره واحده دي بتعمل مشاكل في الكبد، لو مش بطريقه صحيحه بتعمل لود على الكبد. ممكن ارد؟ ان البروتوكول اللي بديه كدايت وبروتوكول علاجي او جلسات، ان شاء الله حاجتين بس اللي هما تخصصي، جلد والدهون بتاعت الجلد. فبالتالي مفيش حاجه انا بكتبها تشتغل على الكبد ولا على القلب تزود ضربات القلب ولا على المخ ترفع ضغط الدم ولا زود ايه الارق بالليل. يعني كل شغلي ان كل ادواتي بتشتغل على حاجتين اللي فيهم مشكله، كشغلي كجلديه جلد ان مفيش ترهلات ولا سيروريت ولا ستيتش ماركرز، والدهون هنحتها لك تماما.
النحت ده وصل يعني مش عارفه اشرح الحته دي. انا فاهمه دي، بس النحت ده بالاجهزه. مفيش حاجه وانا بديها لك على، خلي بالك الدايت اللي بديه بينحت الجسم يعني، يعني بنزل دهون بس، فبيبان التغيير يعني. ساعات في ناس ما بتعملش جلسات يعني، لو انا امين فانا بقول خلي بالك ان في رساله عايز اوضحها يا جماعه. في ناس بيجوا لي بيمشوا على الدايت بس من غير ولا علاج بياخدوه، ولا بكتب علاج ولا جلسات. انا مش جاي عشان يعني اشتغل على الناس، حسب ظروفك وامكانياتك، وده الكلام اللي بقوله يعني. انا في كلمه الناس بتجاز بتستغربها، دكتور ماجد انت مش فارض عليها فعلا، عكس اللي ممكن حد يتوقع ان انا بحط رجل على رجل. يعني انت لو ما عملتش عندي الجلسات يبقى كده في فشل في المنظومه. ابدا، حسب ظروفك وامكانياتك. ايوه انا دي عارفاها بصراحه. لا ولا حول ولا قوه الا بالله. واشهد ان انا ممكن اول الحاجات اللي بجيبها دي يكون ماشي على الدايت بس، حسب الامكانيه طبعا. في ناس بتتصل وانا دي عارفاها عن دكتور ماجد، ورب كتب لو يعني حتى الناس اللي تحت دكتور ماجد اللي هو يعني برضو اخصائيين تغذيه وشاطرين جدا وتحت التدريب. على فكره الاخصائي اللي عندي اشهر ماجد دكتور في مصر ان هو متعلم يعني، جمال هو يعني، هو حتى بيتباهى بالناس اللي تحته والله. يعني دي حاجه حلوه جدا يعني. هي النقطه كلها هي المصداقيه، بتعاملوا كل الفئات وكل المستويات. هو كل الناس ممكن يعملوا جلسات؟ لا طبعا. صح. وانا خلي بالك في نقطه، حته الراحه النفسيه، الكيمياء الحلوه. انا بستغرب قوي الناس بتكتب يعني اللي بالي بالك ان الدكتور ماجد لو ما كانش تاخدي الجلسات وتدفع. لا طبعا، الكلام ده كذب كذب كذب، زي الصفعه النصابه اللي بتطلعها مش عارف بكل العلاج اللي بكتبه. قصه مختلفه يعني عن ارضيه الواقع اللي انا بشتغل بيه. يعني عارفه تعرف فلان اعرفه عشيرتي، روحي لي هتلاقي خير في التوجيه والارشاد بلا اي ايه تكلفه زياده عليك حسب ظروفك. انا في ناس بنزلهم هنا على الصور مش واخدين، مش ماشيين على الدايت، ان الدايت ناجح. انت فاكره بقول الدايت لو ما كانش تاخد الروشته مثلا ولا الجلسات مش هيخس. جايز ما بنكرش ان بستخدم سلاح غير سلاحين غير ثلاثه، وخصوصا لما يكون كل اسلحنا ايه ناجح، وثلاث اسلحه غير سلاح ايه واحد. عايزه اقول لك إن كلامي عايزه اقول لك لا كلامك جميل جدا، بس عايزه اضيف حاجه صغنطوطه قوي، ان انا لو جيت عند حضرتك ومليانه يعني او وزن زياده وخسستني وبتنشفني، لو انا بامانه في ناس حتى لو ممكن تعمل ايه امادياتها ضعيفه وتعمل جمعيه وهكمل الشكل الجميل اللي انا شفته ده، والله بيعملوا ده. لا انا مش عايز عن طيب خاطر. لا في ناس بتعملها عن طيب خاطر. اقول لك حاجه بامانه وانا ما بكسبش، مش عايز اصبطها. واحد جاي تقول لي انا بعت دهب عشان اخس عندك، روح رجعي الدهب يعني خلاص. انا متبنيكي، مش بقولها غرورا يعني، مش بتمنظر قدام الناس. مش انا ما عنديش استعداد واحد يقول انا بعت دهبي عشان اخس عنه. جميل قلبا وقالبا. انا بشكرك يعني أنا يا دكتور على مش بقولها والله ولا رياء ولا نفاقا ولا الكلام ده كله. دي رساله انا بقدمها للناس، تعاني من السنه تعالي وفوق دماغي معايا، وما فيش تكلفه اكتر فوق دماغي. حتى الكشف والناقصين اقل كتير من كشفي انا. وليه؟ عشان اوصل رساله للشعب المصري، عايز تخس بصحه وبامان وبعلم وبحرفه وبمصداقيه بما يرضي الله. مش الشعب المصري بس، انت بتجيلك ناس من يعني كل مكان. انا بشكر ربك بشكر وجودك معايا دايما في برنامج انا والطبيب. سيبك انت دي اهم حاجه. قولي كلمة على قد النوايا على قد العطايا. صح امين. بنشكر دكتور ماجد زيتون استشاري السمنه والتغذيه العلاجيه، وانا كمان بشكركم. خليكم معانا بسرعه وراجع لكم مره ثانيه.